زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية حلقتنا النهاردة، واهتمام كبير جدا بملف الصناعة لأنه قاطرة التنمية. شفنا دعم كبير للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في السنوات الأخيرة، عشان كده في إشادات دولية بجهود مصر في دعم هذه المشروعات لأنها الحل في زيادة القدرة الإنتاجية. تفاصيل وقراءة وافية عن ملف المشروعات الصغيرة المتوسطة، ماذا فعلت مصر وماذا ستفعل خلال الفترة القادمة؟ معنا على الهاتف الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، نتعرف منه على تفاصيل أكثر عن جهود الدولة في هذا الملف. أهلا بك يا دكتور. أهلا بسيادتك يا فندم، وصباح الخير عليك وعلى شعب مصر العظيم. أهلا بحضرتك يا فندم. في البداية عايزين نعرف يعني حصاد الفترة الماضية من دعم الدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. مفيش شك طبعا الدولة الفترة الأخيرة ولا سيما عندما بدأ الحوار الوطني الحقيقة ومن قبله في مبادرة إبدأ الحقيقة كان في اهتمام كبير جدا بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتحديد. شفنا مبادرة عظيمة جدا قامت بها رئاسة الجمهورية وهي مبادرة رئاسية، مبادرة إبدأ لتوطين الصناعة المصرية، وقد تكون دي الحل السحري الوحيد السريع جدا والفعال لأن احنا نخفض الفاتورة الاستهلاكية بتاعتنا من الاستيراد، وفي نفس التوقيت نقدر بشكل مباشر نشغل شباب مصر وناخد بايديهم. المبادره الحقيقه يعني دخلت في قلب الشباب، وصلت لكل النجوع وقفور جمهوريه مصر العربيه، شافت احلام الشباب ايه ومشاكلهم ايه طبعا خاصه بالتشغيل، تبنت مشروعاتهم، ابتدت تمولهم بتمويل غير محدود. ده اللي احنا بنطمح بقى ان الدوله تنتهج هذا النهج بتاع هذه المبادره، يعني تمويل بسيط جدا، الفوائد تكاد تكون معدومه وصفر في بعض الحقيقه المشروعات اللي الدوله محتاجاها او المشروعات الصناعيه اللي الدوله عايزاها بالتحديد كانت الفايده فيها غير موجوده. دراسات جدوى سريعه قامت المبادره بتسليم الشباب المشروعات الصغيره بتاعتهم، سواء كانت بقى مصانع صغيره او مزارع صغيره او خلافه. يعني خلصنا البيروقراطيه الموجوده اللي كان بيقعد الشاب عشان يعني الحقيقه يعمل مشروع يدين ل 300,000 جهه وكام بنك ويفلس لانه مش عارف مشروعه. خدت الفكره من الشاب، ترددها كويس، ساعدته، سلمته مكان شغله، ابتدى العمل بالفعل، اديت له تمويل بفايده زي ما قلت لحضرتك تكاد تكون معدومه عشان يقدر يشتغل، لان الشاب الخريج هيجيب فلوس منين؟ يعني هو عنده مشروع وعنده فكر وعنده طاقه انتاجيه ولكن ما عندوش تمويل، فالمبادره مولت الناس، مبادره ابدا الحقيقه. بعد هذا التمويل وبدايه الانتاج فضلت متابعه معاهم ما سابتهمش بقى، يعني يعصف فيهم السوق طبعا والمنافسه الشرسه، لان الناس اللي بتبدا مش زي الناس اللي بقى لها فتره كبيره، فاشترت منهم المنتجات وده اللي احنا بنتكلم فيه. يعني انا مولت الشاب، اديت له فتحت له مجال عمله، سلمته مكان شغله، مولته عشان يشتري بضاعته، بعد ما انتج وابتدى انتاجه يخرج اشتريته منه عشان اشجعه. وده الحقيقه يعني ده اللي بنرجوه بقى من وزاره الصناعه انها تمشي على هذا النحو، على هذه على هذه الاليه التي تنجح اي مشروع ولا سيما لو مشروع صغير. ونطلب توسيع المبادره انها تخش المصنعات المتوسطه والكبيره ايضا، هذا النهج عشان نبقى بس متاكدين لو الدوله هتمشي عليه وتتوسع فيه. انا بقول لحضرتك ان شكل الصناعه في مصر والزراعه في مصر هتتغير تماما، لان احنا اثبتنا ثلاث حاجات واضحين جدا. رقم واحد بيروقراطيه شديده جدا هذه المبادره قضت عليها، تمويل المشروعات الصناعيه والزراعيه ودي فوائد عاليه جدا المبادره حطت، يعني الحقيقه فوائد قليله جدا وصغيره. ثالثا والاهم هو التعامل مع المنتج او المخرج المصري، لو انا سبته في بدايه حياته كده زي ما احنا بنقول تعصف فيه المنافسه الكبيره من الدول الاجنبيه واللي بقى لها عمر كبير، يبقى انا برضه ما بساعدوش، ده انا بجني عليه كمان وبقى داينت الشاب ده وهيفلس وهتبقى مشكلته اكبر. انما المبادره عملته انها بقت تشتري المنتج المصري ده عشان تشجعهم عشان انتاجهم يتطور ويتحسن، وده اللي احنا برضه بنرجوه ان الدوله تنتهجه مع المنتج المصري عموما، حتى لو كانت جوز المنتج المصري اقل حاجه بسيطه او شويه مش هتفرق، لابد طيب ان احنا نتوسع في هذا. طيب دكتور ايمن، يعني خليني اخد من كلام حضرتك، حضرتك تحدثت عن تسهيل التمويل ومساعدة الشباب اللي بيبدأوا مشروعاتهم وحياتهم بتمويل وتسهيلات في التمويل، لكن خليني أرجع خطوة لورا ونقطة حضرتك تحدثت عنها وهي فكرة البيروقراطية وفكرة تسهيل حتى استخراج التصريحات أو حتى تسهيل يمكن التعاملات اللي الشاب من خلالها يقدر يبدأ مشروعه. ده غير أنه في بعض الشباب ممكن يكون عندهم فكرة بس الفكرة مش مكتملة، فكرة محتاجة شوية يمكن مساعدة في الدراسة أو بعض
بعض زي نقول ورش العمل، حتى يعني يبقى عنده معلومات أكتر عن هذا المشروع. بنبدأ إزاي من المرحلة دي؟ ده أولاً. وسؤالي أيضاً لحضرتك فكرة أنه مراقبة الجودة أيضاً، يعني أنا لما أخش أساعد شاب وبعدين أشتري هذا المنتج وعايزة أن أنا أحسن من جودة المنتج المصري، لازم برضو يكون في بعض النوع من مراقبة الجودة أو مراقبة الإنتاج، أو خلينا نقول المساعدة في آلية الإنتاج، عشان أقدر أتأكد أنه هذا المنتج هيخرج على الأقل بجودة يعني تليق حتى باسم المنتج المصري. أنا معاكي 100% طبعا، ومتأكد إن كلام حضرتك ده يعني هو ده اللي بيحصل في خلال الخطوات المبادرة بالتحديد. هي بالفعل بتعمل كده، بيجي لها الشاب عنده دراسة مبدئية، ما عندوش الخبرة الكافية، بتساعده وبتعدله في الدراسة، وبعدين بتسلمه المكان الخاص بعمله، سواء كان ورشة صغيرة أو خلافه أو مزرعة صغيرة. ده معناه إيه؟ معناه قفلة بيروقراطية. إحنا كان عشان بس نبدأ مشروع ونأسسه بنقعد 18 شهر وبنقعد سنتين عشان نعمل أوراق استخراج أوراق الشركة فقط. بس النهاردة مع المبادرة دي إحنا في ساعتها بيستلم منفذه ويبتدي يشتغل ومن مكان واحد يا فندم. فهنا قتلنا البيروقراطية برضه، حتة التمويل إنه ما عندوش يبتدي تمويل. أما فكرة مراقبة الجودة، أنا ما أقدرش أعمل أكتر من إن أنا أشتري منه في البدايات الإنتاج بتاعه وهو يبتدي يتطور من نفسه. يعني هي مراقبة الجودة الحقيقة مرتبطة بمدى إصرار بقى هذا الشاب على النجاح. أنت خلاص استلمت أرضك، استلمت مشروعك، استلمت فكرتك على الأرض، استلمت فلوس عشان تشتري بضاعتك وتخرج منتجاتك، اشتخرجت منتجاتك، اشتريت منك منتجاتك لفترة، بعد كده أنت لازم تفكر بقى في التصدير وتفكر في تنمية جودة مشروعك يعني. وأنا أعتقد إن شبابنا ما كانش محتاج أكتر من الفرصة اللي عملتها مبادرة ابدأ بمنتهى الأمانة الشديدة. صحيح. الحوار الوطني بقى فيما يتعلق بالبيروقراطية اللي ستك اتكلمت عليها عموما بقى المشروعات المتوسطة والكبيرة كمان ومش بس الصغيرة، كان له العديد من المخرجات. إحنا بنتكلم عن المجلس الأعلى للاستثمار قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر 22 توصية وتنفذوا بالفعل 18 واحدة منهم، خرجوا من الحوار الوطني كانوا كلهم بيدوروا حول سرعة إنشاء الشركة اللي كانت بتقعد زي ما قلت لسيادتك 18 شهر وسنتين لست أيام حد أقصى. ده تسهيل ما كناش نحلم بيه للأمانة الشديدة. النهاردة تكاليف إنشاء أي شركة جديدة كانت كبيرة وأعباء ضخمة جدا وأرقام ضخمة، وصلت لتخفيض، وصل لحد ما 29% فقط من اللي كنا بندفعه زمان. ما قامت به الدولة المصرية إنها شجعت المشروعات الجديدة المصرية بالإعفاءات الضريبية لمدة 5 سنوات، وبعض المشروعات هتاخد 10 سنين. دي أحلام وكلها من مخرجات الحوار الوطني، والحمد لله أنها اتنفذت وصدر بها قرار جمهوري الحقيقة. لا، سرعة تلبية القيادة السياسية لمخرجات الحوار الوطني ادت أمل للمنتج المصري، وتأكد أن اهتمامنا بالمنتج المصري المحلي ده هو الحل الوحيد لجذب استثمارات أجنبية مباشرة. أنا مش ممكن أروح دولة ألاقي المنتج اللي فيها عنده مشاكل، لو مشاكله محلولة وبيكسب. أنا المستثمر الأجنبي ما يهموش شعب مصر ولا تنمية الاقتصاد المصري قد ما يهمه إنه يروح في مناخ يكبر من نفسه ويشجعه على الاستثمار، وبالتالي نظرته لينا بعد هذه الإعفاءات وهذه الآلية الحقيقة في التعامل مع المستثمر الأجنبي مشجعة جدا، وإن شاء الله يكون لها مصدر كبير جدا جدا الفترة اللي احنا فيها، مش هنقول السنة الجاية، السنة دي إن شاء الله. صحيح. دكتور أيمن، في تقرير صادر من المرصد المصري التابع لمركز الفكر للدراسات السياسية والاستراتيجية لعام 2023 بيقول إن احنا يعني عندنا حوالي 3 مليون مشروع، وبيضيفوا أرقام يعني هائلة جدا للاقتصاد المصري، ولكن بيؤكد إن هذه المشروعات بتتمركز في 3 محافظات فقط، القاهرة والشرقية والغربية. لماذا بالتحديد ال3 مشروعات دول؟ وأين الصعيد من هذا الأمر؟ طبعا تحية لأهالينا في الصعيد اللي فضلوا مهمشين على مدار عقود طويلة جدا وما شافوش الأمل ولا شافوا الرعاية الحقيقية ليهم غير مع مبادرة حياة كريمة. ده كان فيه شك فيه الحقيقة، يعني القيادة السياسية الحالية هي أفضل من أنفق على الصعيد دون مجاملة، بما إني عضو لجنة الخطة والموازنة وبشوف الأرقام الحقيقية اللي بتتصرف. اللي أنفق على الصعيد الحقيقة في ال5 سنين الأخرانيين قد اللي أنفق في 50 سنة فاتت وقت بالأمانة الشديدة، يعني دي رقم واحد. رقم اثنين، احنا كان عندنا أزمة كبيرة جدا في التعامل مع ملف الاستثمار. كنا بندي حوافز لتشجيع الصناعة في مناطق نائية، ده كان الفكر اللي موجود واللي احنا بنسميه كاقتصاديين هو الحوافز الجغرافية. يعني ايه؟ يعني سيادتك ذكرت 3-4 محافظات تتركز فيهم الصناعة،
تمام كده؟ بالرغم ان احنا عندنا اماكن ثانيه على 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 بحر متوسط وبحر احمر، وبالتالي فرصه التصدير كبيره جدا ما كناش بنشتغل عليها، عشان دي مناطق من وجهه نظرنا كانت مناطق نائيه، وبالتالي كنا بنحط فيها حوافز عاليه جدا جدا، وبنسيب المناطق الايه؟ الموجوده حوالين القاهره الكبرى تحديدا، يعني زي ما سيادتك تفضلت. النهارده برضو كان من اهم مخرجات الحوار الوطني، اهم حاجه اتعملت هو انك تشجع صناعات بعينها الدوله محتاجاها، او الدوله بتنفق فيها وبتعتبرها صناعات ضروريه للانفاق، وبالتالي تخرج العمله الصعبه بره. هنا هذا النوع من الحوافز ان احنا بنسميه الحوافز النوعيه، او الحوافز المرتبطه بنوع النشاط نفسه، هو ده المخرج اللي اخرجه الحوار الوطني، واللي بالفعل اتعدل فيه قانون الاستثمار، وناقشناه من 3 شهور بالتحديد في مجلس النواب، كان احد المخرجات التشريعيه للحوار الوطني، وعدلنا بقى طريقه الحوافز، بقى في جغرافيه عشان انمي اماكن بعينها، وبقى في نوعيه عشان انمي صناعه بعينها الحقيقه. نشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر دكتور ايمن محسب، مقرر لجنه اولويات الاستثمار بالحوار الوطني، شكرا لحضرتك يا فندم.